بالذات يا جماعة، مساء الخير عليكم. طبعا احنا لسه جايين من سفر دلوقتي، طبعا بعنا شيتوز اللي حضراتكم شفتوه في الفيديو بس بالكمامة، وجبنا بداله الكلب هارلي. الكلب اسمه ايه؟ سيزار. سيز سيزار سيزار تعال. طبعا زي ما انتم شايفين قرش، بس تعال تعال يلا. طب تعال يلا. طبعا الحمد لله والشكر لله، ده كلب لسه داخل مكاننا دلوقتي زي ما انتم شايفين، لسه جايبينه حالا، ما بقالوش 5 دقايق والله داخل مربوط مكان الكلب اللي انباع. الحمد لله والشكر لله، بنعرف ننقي الكلاب الرجاله. ده كلب مش مسعور، ده كلب شرس، كلب من اللي هو بيحرس المكان، كلب من النوع الراعي الالماني بتاع زمان. مصورين الحلقه دي مش عشان نعرفكم على الكلب ولا الكلام ده كله، المهم في الحلقه دي والاهم واللي لازم كل الناس تعرفه وتحفظه، ان ازاي ان انا لو جبت كلب شرس زي ده ومش عارف ان انا اتعامل معاه او اخش عليه ازاي، ابتدي اتعامل معاه. انا دلوقتي جبت الكلب، ربطته طبعا، كل ما اقرب له اهو زي ما انتم شايفين هيعضني، مش لازم اعصابه، هو اهو شايفين بقه بيعمل ازاي، اللي هو هيعضك، مد اشاره ليك ما تقربش مني، ما اجيش انا ارمي نفسي للكلب واقول يلا يا عم كله على الله، ما هو انا دراعي هينقطع، رجلي هتنعض، هيمسك فيها مش هيسيبني. اجيب الكلب، اكون محضر له شويه الميه عشان السفر زي ما انتم شايفين بيشرب اهوت، منضف مكانه. ابتدي اعمل ايه بعد كده؟ بعد كده مع خطواتي مع الكلب بقى، اخش على الكلب حنين خالص، ابتدي احط له الاكل بتاعه من بعيد لبعيد، ابتدي امسك اي حاجه الغيه بيها. هنعرفكم الخطوات دي ازاي تتعامل مع الكلب الشرس، وازاي تحببه فيك عشان ياخد عليك ويقدر يحرسك برجوله ويحرس مكانك بقوه وثبات. فعلوا الجرس واشتركوا في قناتنا وتواصلوا معانا عليه عشان تشوفوا حلقات لسيزر اكتر من كده، وتعلموا ازاي تتعاملوا، ازاي لو عندكم كلب شرس تتعاملوا ازاي، تخشوا عليه. تحياتي ليكو، اعملوا لنا لايك وشير. تعالى تعالى اقول لك، تعالى اقول لك، تعالى هنا لما اقول لك اعمل ايه تاني، هيعضني. تحياتي ليكو، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والله يخرب بيت اللي بيصورنا، عايزنا